بيعتقد معظم الآباء أنه نسيان طفلهم بسيارة أمر ما رح يحدث معهم أبداً لحتى يصير هالشي بالفعل. فهالحادثة بتؤدي لوفاة 37 طفل وسطياً كل عام بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه من العام 1994 توفى 804 أطفال بسبب الأمراض المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة، وتوفى 42 طفل خلال عام 2017، وحوالي 55% من هالحالات ما كانوا الأهل عرفانين بأنه الطفل معهم بالسيارة. ورغم ارتباط هالنتائج بالدول الأجنبية، فعلى مستوى العالم العربي كمان في حالات مشابهة عديدة. بيأكد العلماء أنه أي شخص ممكن ينسى طفله بالسيارة، والسبب هو صراع القوة اللي ممكن يحدث بجميع العقول البشرية وقت يتعلق الأمر بالذاكرة. الأمر ما بيتعلق بأهمية العنصر المنسي سواء كان طفل أو شيء تاني، ولكنه بيتعلق بنظام الدماغ الديناميكي وفشل الذاكرة المأساوي. والحالات الأكثر شيوعاً هي أنه نحن منترك أطفالنا بالسيارة لننزل نتسوق لبضع دقائق، إلا أنه الحادثة بتستغرق 10 دقائق فقط لارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة 20 درجة، وهالشي رح يؤدي للاختناق، وخصوصاً وقت بيتعلق الأمر بالأطفال. لهيك على الآباء أولاً معرفة أنه نسيان طفل بالسيارة ممكن يحدث مع أي حدا، ولازم نضع شيء خاص بالطفل على المقعد الأمامي لنتذكر إنه معنا داخل السيارة.